السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الحضور إلى جلسة مقابلة مع قدوة وهي معالي الوزيرة لبنى القاسمي، وهي غنية عن التعريف. في شخص أنا محتاج أن أعرف له الشيخة لبنى، يرفع إيده؟ لا؟ طيب إذن ممكن نختصر ونكسب دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث. ما شاء الله، يعني أنت تاريخ الشيخة لبنى يعني حافل. أريد أن أذكركم بأن هاشتاج المؤتمر هو قدوة 2017، وأيضا ممكن تتابعون الجلسة عن طريق الإنستغرام والتويتر على قدوة فورم. وأيضا نستقبل أسئلتكم عن طريق التطبيق، تطبيق الآيفون، تطبيق الجوجل. وإذا عندكم أي أسئلة ممكن نأخذ أسئلتكم ممكن في نصف الجلسة. معالي شيخ لبنى، أنا بدخل على طول يعني بالأسئلة، فبختصر يعني الـ الوقت اللي نكسبه علشان نحاول نستفيد من حضورك بأكثر إمكانية. سؤالي الأول هو، طبعاً قبل ما نتكلم عن وزارة التسامح، قبل ما نتكلم عن التعليم ودور التسامح في التعليم، أريد أن أتكلم عن حضرتك أنت، عن تاريخك وعن مسيرتك. ممكن تخبرينا عن مسيرتك التي أدت إلى تعيينك كأول وزيرة في الإمارات؟ طبعاً الذي لا يعلم، الشيخة لبنى تم تعيينها في سنة 2004 كأول وزيرة في وزارة الإمارات. فأريد أن أسألك عن أول، ما هي المسيرة التي أدت إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أتقدم بجزير الشكر والامتنان لديوان ولي العهد وإلى المنظمين والقائمين على هذا المنتدى الرائع. أنا أعتقد أن هذه هي فرصة مميزة وفريدة من نوعها، أن يتم التركيز على أشخاص يعتبرون هم من يبني الأجيال، أجيال المستقبل. يعني اليوم دائماً إحنا نفكر أن المعلم هذا معلم موجود وفي صفوف ماشي، ولكن حياة 18 سنة 17 سنة من حياة أطفالنا تكون تحت إيد المعلم هذا. فلكم التحية جميعاً ولكل التقدير، لأن أنا من الأمثلة اللي أقدر أؤكد فيها أن مدرساتي في الثانوية العامة في العلمي كانوا من أحد الأسباب أن أنا أكون خريجة وأول خريجة كهندسة كمبيوتر في دولة الإمارات في 1981 بسبب شغفي بالعلوم. يعني أنا أتذكر في الثانوية العامة يوم كنت أتملل كنت أحل المعادلات التفاضلية في الصيف. يعني هذا مش منطق أي طفل أو مراهق بهذه السنة. تخرجت في 1981 وبعدين رجعت لأمريكا، درست تقريباً سنة في Software Engineering، ولكن أول وظيفة لي كانت لشركة هندية جميع العاملين فيها رجال، كنت الإمرأة الوحيدة والمواطنة الوحيدة. كان عندهم Software Development، كانوا يشتغلون على مشاريع لتطوير أنظمة Software. كان راتبي 5000 درهم، كنت أشتغل من الساعة 8 الصبح إلى 8 بالليل، وكل اللي يدخل المكتب كان دائماً يسأل وين تشاترويدي، كانوا يفتكرون أن أنا سكرتيرة مال المدير اللي كان موجود وقتها. فمنها انتقلت إلى جامعة الإمارات، اشتغلت كسيستم إنجينير في على الآي بي أم، ومنها المركز الحاسب الآلي، ثم انتقلت إلى حكومة دبي واشتغلت تقريباً 12 سنة ما بين الإشراف وإدارة الأنظمة الخاصة بمواني دبي، السوفتوير اللي حالياً في العالم كل المواني اللي هم يديرونها تقوم على هذه الأنظمة. وبعديها صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد، وهذه دائماً يعني فلسفته إنه عشان يكرمني لأن كنت من الموظفات المميزات والمدراء المميزين في حكومة دبي، أعطاني وظيفة ثانية ستارت أب تجاري .com الإي كوميرس إلى 2004. ومن ثم كانت المفاجأة أن أنا طلبت لي أحمل حقيبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في ذلك الوقت. وطبعاً هنالك مغزى، يعني الهدف من هذا لم يكن وجود امرأة لتجميل حكومة، يعني كان ممكن نحط في وزارات أخرى، ولكن يمكن أعطيت حقيبة صعبة، ولكن الحمد لله بفضل رب العالمين والقيادة الرشيدة كانت هذه الفترة فترة نجاح، والاقتصاد كان قوي لدولة الإمارات في هذه الفترة. طبعاً دائماً السؤال إن أول ما تعينتي شو شعورك وأنت منتقلة من تقريباً شبه قطاع خاص إلى حكومة اتحادية،
يعني أيضا من قطاع هندسة إلى سياسة إلى سياسة. طبعا أقول لكم إياها يعني بالحرف البسيط، ثلاث أسابيع ما نمت، يعني كان كل تفكيري مهول إن هذا شغل صعب وفي تحدي كبير وفي توقعات كثيرة من المجتمع، وكان هنالك آراء داخل الدولة وخارج الدولة من ناحية تحريم وتحليل وجود امرأة في حكومة، وأنها تسير رجال ولا ما تسير رجال، وفي حد كان موافق في حد كان ضد، يعني كان في أشياء كثيرة تسمعها. التردد ما كان من الناس نفسها قد ما كان التردد في داخل نفسي أنا، وهذا على فكرة كان محور تغير في حياتي. إن لحظة أنت يعني أنا اللي كنت أكثر وحدة كنت متردد، يعني كنت تفكرين ما تخلين لا هو لا أنا أخذت الوظيفة، ولكن كان القلق في رأسي إنه يعني هل أنا بنجح ولا لا. فبعد ثلاث أسابيع بدون نوم فجأة الساعة 4 الفجر يعني صحيت وصرت أفكر القيادة والحكومة وشيوخنا هم اللي حطوني القادة، فيعني هذا معناته إنهم يؤكدون دعمهم إلي في ثقة كبيرة وفي دعم، فليش أنا خايفة؟ ليش أنا قلقة؟ وفي هذه اللحظة تغيرت طاقتي نفسها من القلق إلى طاقة إيجابية الحمد لله. يعني بس القطاع الخاص يدار بشكل والقطاع الحكومي يدار بشكل ثاني، والتكنولوجيا بقى التكنولوجيا. فهل أنت أخذتي أفكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام؟ ولا 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 كان في يعني مدرسة جديدة تعلمتيها؟ شوف أنا بالنسبة لي فلسفتي في العمل دائما القيادة السليمة، الاتصال، الكوميونيكيشن مع الموظفين، يعني أي اعتقاد في نظري إذا تدخل أي مؤسسة أنت يعني مؤسسة غير مألوفة بالنسبة لك، قبل ما تحكم على الناس نفسها من ناحية جودتها لابد أن تعطيها فرصة، والطريقة الوحيدة اللي تعطيها فرصة أنك أنت تتحدث عن أفكارك وعن فلسفتك وعن قيادتك واستراتيجيك، أن تكون واضح مع الناس، ومنها اللي عنده قناعة كبيرة أن هذا هو الطريق السليم إلا بيضل معاك، وبالعكس يعني بيدفع في طاقة المؤسسة هذه، ومن يرى نفسه غير قادر ممكن أن يترك مجال العمل. ولكن السؤال هو لماذا، يعني ما مغزى الانتقال من وظيفة تعتبر تكنولوجية بحتة يعني software development إلى موضوع policy making، يعني الحكومة هي policy making، تقويم سياسات. فالأنظمة عادة في تطويرها أساسها أن يكون في مؤسسة موجودة أو إدارة تتبنى فكر جديد في تطوير المؤسسة نفسها أو الإدارة نفسها، بمعنى أن هذا السوفتوير أو البرامج التكنولوجية الموجودة تأتي لتغيير مسار المؤسسة، سواء من الإفشنسي من ناحية ارتفاع مستوى العمل، أو الربحية مثلاً أن الابليكيشن نفسها هذه أنه ممكن تساعد على نسبة زيادة، أو أنه يكون فيها نوع من الحوكمة. فمنطق العمل كتكنيكال انجينير ليس هو كودينج، يعني نحن ياسين نكتب برامج كمبيوترات، بالعكس الموضوع كله هو مفهوم الكلاينتس نفسه، طالب البرنامج في حد ذاته، وعملية تبسيط الإجراءات ومن ثم تحويلها إلى نمطية تساعد هذه المؤسسة على تقدمها. وبالتالي الانتقال إلى الحكومة الاتحادية، وكان هذا التوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه، محمد بن راشد، إن إحنا اليوم هدفنا الأساسي هو إسعاد الشعب، فالسنتريك بوينت حق الحكومة الاتحادية هي الشعب في حد ذاته، المواطن ومن يقيم على دولة الإمارات. وبالتالي نحن وظيفتنا أن يكون هنالك الخدمات هذه، يعني أنها تكون سليمة وذات جودة عالية، ولكن لابد أن يكون لها استمرارية. فهذا الهدف في حد ذاته معناته إذا انتقلت أنت من وظيفة كتابة برمجة، هي الفلسفة في حد ذاتها واحدة. بالعكس أنا أعتقد وجود الباكراوند اللي عندي اللي موجود من التكنولوجيا ساعد كثير في تسيير عملي بالنسبة للحكومة الاتحادية. عندي سؤالين قبل ما أنتقل إلى وزارة التسامح. سؤال شوي خاص وما أدري إذا ممكن يعني تجاوبين عليه، وهو أشي سؤالين خاصين. السؤال الخاص الأول هو هل في تحديات من يعني حينما انتقلتي من قطاع خاص إلى قطاع عام، هل كان في تحديات أو تحفظات من المجتمع أو من الأسرة؟ إن أنت يعني كنتي موظفة في شركة خاصة والآن أصبحتي وزيرة، والوزيرة تتصور وتطلع في الجرائد،
فهل كان في يعني أي تحفظات؟ وطبعا المؤسسة في حد ذاتها كان شيء غريب، ولكن الحمد لله في دولة الإمارات يمكن من الأشياء اللي دائما أنسأل فيها خارج الدولة بالذات من دول غربية، أن ما هي تحديات المرأة في دولة الإمارات وكيف صارعت وكيف وصلت. فإحنا نقول إحنا ما كان عندنا صراع، ما كان عندنا شيء اسمه كفاح للمرأة أن تتواجد على مكانة معينة، سواء كان من قوانين دولة الإمارات اللي هي تحكم الموازنة هذه بين الجنسين، ولا من ناحية فرص الوظائف حد ذاتها. كان الهدف في النهاية أن أنت أي عمل تقوم به يكون لنتائج، والنتائج في حد ذاتها أيضا تكون نتائج مشرفة. فدائما التقييم قائم على results. ففي البداية طبعا هو لأن المنظور نفسه غريب شوي، ما حد يفكر في حكومة اتحادية في وزيرة، ولكن الحمد لله يعني النتيجة هاي بينت اليوم، إن اليوم عندنا 8 وزيرات. فالدعم كان موجود، بالعكس كان سواء من العائلة أو من المجتمع نفسه. ولكن أنا أتذكر في أول ما توظفت كان في بعض الرجال اللي والله بعض النساء بعد في الإمارات من اللي كانوا يشككون في يعني في مقدرة امرأة أن تمسك هذه، ولكن يعني الحق يشهد لهم أن أتذكر في واحد من الرجال قابلته بعد سنة كان يقول لي أن أنا من الناس اللي كان ضد فكرة تكونين وزيرة، ولكن بعد سنة أنا أؤيد هذا الشيء. ففي حد ذاته معناته أن المجتمع في داخليته هو مجتمع منفتح ومتقبل للتغيير، حتى لو كان يسائل هذا التغيير في البداية، ولكن كمجتمع عامة يعني التوجه العام أو الثقافة اللي موجودة عندنا أنه هو يتقبل التغيير هذا بصدق رحم. راح أخذ أسئلتكم يمكن بعد شوي، فجهزوا أسئلتكم. عندي بس سؤال اللي هو من الناحية الشخصية قبل ما أنتقل لوزارة التسامح، السؤال الأخير هو كنتي أمضيتي وقت كثير أو كثير من الوقت في كاليفورنيا في ولاية يعني في أمريكا، ولاية منفتحة فيها يعني فيها كثير من الأمور الداخلية، يعني فيها حريات كثيرة. فهل كان لمكوثك في 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 كاليفورنيا تأثير عليك؟ وأيضا يعني ما سكنتي في سكن جامعة، فما راح أطلب منك إنك تفسري هالشيء. أنا طبعاً تخرجت من الثانوية، وطبعاً دراستنا في 1975 كانت كلها باللغة العربية ما عدا الإنجليزي كلغة ثانية، ولكن كل الساينس كل العلوم سواء كان من الفيزياء رياضيات أحياء كيمياء كلها كانت تدرس باللغة العربية. انتقلت في البداية إلى بريطانيا، كنت أحاول، كان مطلوب علي أقدم الـ A-Levels عشان أدخل في جامعة في بريطانيا في ساسكس. وفي ذاك الوقت كان اثنين من إخواني في كاليفورنيا، كانوا في منطقة شمال كاليفورنيا يعني في بيركلي وفي في أوكلاند وفي سان فرانسيسكو، فهم اللي بلغوني إنه يعني أنت تبغين تدرسين تكنولوجيا يمكن يأخذ منش في جامعة في بريطانيا 3 سنوات قبل ما تشوفين كمبيوتر. لكن سيليكون فالي موجود وله علاقة قوية جدا مع الجامعات، والجامعة اللي أنا كنت فيها كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي كان لها بارتنرشيب مع الـ HP، فكل الأجهزة حتى اللي موجودة عندنا كانت من هيولت باكارد. في وقت دراستي سواء في السنة اللي قضيتها في بريطانيا أو في أمريكا في يعني في 3 سنوات من 5 سنوات كان علي إلزامي من أهلي، أنا وأنا أكرر هذا الشيء، إلزامي من أهلي ما أسكن في شقة ولا في هوستلز، أسكن مع عائلة أمريكية، وفي بريطانيا أسكن مع عائلة بريطانية. كان لهذا الشيء هدف، واحدة منها منطقياً إحنا متعودين على أن العائلة دائماً تحمينا، فكان المنطق الموجود عند أهلي أنه والله إذا كنت في حماية عائلة موجودة معهم يعني بيكون شيء مريح أكثر. ولكن النمطية الثانية اللي أنا استنتجتها من علاقتي مع السيدة الكريمة اللي عشت معها في كاليفورنيا وكانت مثل أم ثاني بالنسبة لي، أننا المجتمع الأمريكي عامة تغير في منظوري، لأن حياتي في الجامعة كانت هي حياة جامعية موجودة، ولكن التأثر الأكبر في حياتي هو معيشتي مع الأمريكان نفسهم. يعني تعلمت أشياء كثيرة منهم كشعب خلوق معطاء في نفس الوقت أساسيات، بالإضافة طبعا وأنا متأكد الغالبية منكم يعرف الشيء هذا، أنا كنت يوم أنا انتقلت من أهلي ما أعرف أغسل ثيابي،
فيوم صرت هناك اخذ الابيض والبني والبنفسجي حطه في اللوندري كله مره واحده في الدش في الواشينج ماشين. فطبعا هذه اللاند ليدي قالت لي لا، الابيض يتغسل بروحه والملون يتغسل بروحه، الابيض يتغسل بدرجه حراره عاليه. فيعني في اشياء نمطيات، كنت اغسل، كنت اطبخ، كنت اخبز، كنت اسوي كل شيء. يعني ثانكس جيفينج بالنسبه لينا كنت انا من الساعه 6 الصبح موجوده معاها، نخبز الخبز ونسوي روستر كيف المطبخ، هي كل شيء، كنا نكنس كنا نغسل. ف هذا عودني على اعتمادية كبيرة ونوع من التحرر النفسي، ان انا ما احس ان في جزء مني غير قادر على شيء، بالعكس اعطاني يعني في داخل نفسي ثقة في النفس، وبعدين حب للاخرين بطريقة ان الانسان البسيط والانسان الكبير كلهم يعلمونا، ما في شخص ما يعلم، كل الناس تعلمك يعني. وبالتالي اذا اتذكر في سنوات كثيرة يعني في خلال عملي في الحكومة الاتحادية كنت اسافر الى امريكا يعني سنوات كثيرة لوبينج لمواضيع كثيرة أو مقابلات، كان كثير من الناس اللي موجودين سواء كان داخل الحكومة أو ناس المرافقين لنا من الأمريكان كان دائما عندهم عبارة يقول لي you know I don't feel like you are a stranger ولا you are from another country I feel like you're one of us. منا وفينا منا وفينا. هذه العبارة is a bridge، لما الناس تشوفك أنك أنت تقدر تتحدث بلغتهم من منطقهم مش من منطقك أنت، أنت كسرت حواجز كثيرة. فهذا يعني من الأسباب اللي أنا أعتبرها أساسيات كانت بالنسبة في نجاح الخطوة هذه، هو تعايشي مع الأمريكان، وجودي معهم، معرفتي لدكاترتي في الجامعة وأهلهم وكلهم. يعني أريد أخذ أسئلة من الجمهور إذا عندكم، إذا حد عنده أي سؤال. الأخت اللي هناك إذا ممكن تدوا لها المايك، بس رجاني يكون سؤال مش مداخلة. عفواً معاليش، أوضحتي بالنسبة للتسامح أو حقيبة التسامح، يمكن مفهوم التسامح والسعادة هي أشياء جديدة على شعوب العالم. هذا السؤال اللي بعدين جاي. هذا السؤال مش مشكلة، تفضلي. بس إحنا بنعرف من وجهة نظر حضرتك كيف تقدرون تثبتون أن التسامح والسعادة قابلة للقياس، قابلة للتطوير والتخطيط. الأمر الثاني اللي بنسمع عن إنجاز حققتي بعد ما حضرتك مسكتي حقيبة التسامح على مستوى عالمي. طيب هو سؤال جيد. هو هذا بريمتيف كويستشن على قولهم. هذا بريمتيف، انت اعطيتي مداخله. لا كويس، تفتح فيها الجزء الثاني من الاسئله. طيب ما هي اهداف وزاره التسامح؟ بعدين ردي على سؤال لو سمحتي. اوكي، اولا خلينا نتكلم على القرار في حد ذاته فبراير 2016 عندما توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وقال ان هناك وزارات جديدة منها ليس فقط السعادة والتسامح ولكن وزارة المستقبل. استشراف المستقبل اليوم جزء لا يتجزأ من أجندة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب ماذا قال في موضوع التسامح؟ قال لابد من إعادة إعمار فكري، restructuring، إعمار فكري. هذا الإعمار يعزز قيم تسامح تعايش وقبول الآخر، والتأثير هذا ليس فقط على محور ديني ناحية قبول الديانات الأخرى ولكن من ناحية ثقافية، من ناحية الأثنيسيتي في المجتمع نفسه، في يعني من كل النواحي. طيب أول سؤال وصلني أنا كان من سفير من السفراء اللي موجودين في الدولة من أوروبا، قال لي كيف أنتوا تتكلمون على وزارة التسامح؟ إحنا باعتقادنا إذا في شيء ناقص في المجتمع فأنت تؤسس وزارة أو مؤسسة عشان تعالج هذا الشيء، ولكن دولة الإمارات هي دولة متسامحة يعيش على أرضها 200 جنسية، فما سبب وجود مثل هذه الوزارة؟ طبعاً إحنا اليوم نتكلم على إرث، لما نتكلم على ما هي الأعمدة القائمة عليها هذه الوزارة وحتى القيم اللي موجودة في دولة الإمارات سواء كانت من وسطية الدين الحنيف دين الإسلام ديننا أو كانت من تاريخ دولة الإمارات إرث زايد أو من المعاهدات الدولية مثل الأمم المتحدة عندها أيضا منظومة لهذا الشيء بالنسبة للتسامح ما بين الدول التي تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التاريخ الآثار اللي موجود في دولة الإمارات، نمطية العمل بين الناس نفسها في مشاعرها كيف تتعامل. ما في شيء قائم على كراهية، بالعكس الكراهية اعتبرها شيء دخيل على أي مجتمع في أي مكان، يعني هذا لا يعني لا يتواجد في طبعنا كلنا كبشر. ولكن اليوم نحن نعيش في فترة فيها تحديات ومتغيرات كثيرة، يعني سابقا مثل ما كلنا تنتقل أخلاقياتنا وقيمنا من أهلنا من الأجداد إلى الآباء
من غير ما يكون في مساءلة. احنا نكبر ونصير 18 سنة فجأة احنا مثل أهالينا ولكن على مايكروسكوب صغير. نورثها وراثة. وراثي يعني كأنها جيناتكس بهي بس هي لا. نتعايش في هذا البيت، نشوف أهالينا، نأخذ منهم المدارس، المعلم، وبعدين يعني منها ينتقل. والاحتكاك. الأجياء والكوميونتي، الأسر والجيرة وكلها. اليوم هذا الكلام غير حقيقي. اليوم الطفل جالس في بيته بين أهله وأفكاره ومعتقداته ليست من البيت، هي من الإنترنت، من كل العالم كله مؤثر عليه. فما نراه اليوم في هذا الوقت، سواء من استشراء الخطاب الكراهية الزايد في العالم اليوم، السلبيات، أو الشعبوية الرايزنج بوبوليزم اللي صايرة في العالم كله، في يعني أنا أسميه تآكل إروجن من ناحية القيم الفاليوز اللي موجودة في كل المجتمعات ليس فقط مجتمعنا. فالهدف من هذه الوزارة هو تحصين. هذه الوزارة لم تأتي لتعلم الناس ما يوجد لدينا، ولكن حولت ما نعتقد أنه إرث وقيم خاصة فينا كمجتمع وعادات، تحولت إلى مأسسة، يعني نوع من المأسسة، أن هذه الأشياء راح تنحط في policy making وأيضاً في خطوات معينة موجودة في المجتمع عشان نكون نوع من الاستدامة في sustainability. الأشياء هذه تغيرات صايرة في العالم كله، وأنا اليوم ممكن أتكلم الأساسيات اللي تكلمت عنها سواء كانت من البيلرز تحت أو من البرنامج الوطني للتسامح اللي خرجنا فيه من الجزئيات المختلفة، وهي تركز أساساً فيها كبرنامج على الأسرة وعلى الشباب في محورها الأساسي يعني كنواة. في أسئلة من الجمهور، عندي أنا أسئلة ثانية، بس في أي سؤال من الجمهور؟ في سؤال الأخت هناك. تسامح. شكرا. ما هو أكبر تحدي وزارة التسامح مستقبلا؟ خلينا نتكلم عن نقطة معينة في البرنامج عندنا الذي له دور مؤثر على المعلمين، لأن هذا مهم جدا. في كثير من المقابلات اللي قمنا فيها عشان نحط البرنامج نشوف وين الأولويات في المجتمع، هل نتحدث عن الشيء كرسالة عالمية لخارج الدولة، نتكلم عن تسامح دولة الإمارات، أم نركز على الأجندة الخاصة فينا؟ وجدنا أن بالرغم أن إحنا كلنا فاهمين التسامح ونعتقد أن إحنا في سلوكنا موجود عندنا، ولكن في بعض الأحيان نتغاضى عن هذا الشيء في سلوكياتنا اليومية. بمعنى يعني مثلاً ممكن أم في البيت عندها مربية من جنسية أخرى وتكلم عنها فجأة أمام طفلها وتقول والله هذه المربية هي هذه المطية ما مسلمة، هاي كافرة، في حين أن كلمة التكفير في حد ذاتها مش سليمة، لأن هاي ممكن تكون لها دين ثاني. لما نتكلم بهذه العفوية، هذه العفوية تنتقل كأساس عند الطفل أن هذا مبدأ موجود وأن هذا الاختلاف هو عبارة عن حقائق موجودة في المجتمع وهذا غير صحيح. فجزء من هذا هو التركيز على الأسرة من ناحية الاهتمام بالمواضيع والقيم الخاصة بمجتمعنا نفسه، ولكن أيضا إعطاء اللغة السليمة للطفل في البيت بالإضافة إلى المدرس. هناك كثير من المدرسين اللي لهم تأثير من بيئتهم الأساسية، وإحنا عندنا خليط من المدرسين، فممكن بطريقة ما، وهذه أمثلة حقيقية إحنا شفناها، إنه والله مدرسة تقول حق البنت أبوك مواطن وأمك بريطانية، أمك بتروح في النار، أمك ما مسلمة، أو مثلا طفل يقول لطفل ثاني أنت لابس كروس، أنت مسيحي، أنت مش كويس. وين يت هالأفكار؟ في الدين مش موجودة، بالعكس الدين الإسلامي يقول عشان تكون مسلم لازم يكون عندك إيمان بإبراهيم وعيسى وموسى وعيسى. فالدين الإسلامي أيضا يعزز الديانات السماوية كلها ويقر فيها، فمن أين أتت هذه اللغة؟ وبالتالي من هذا المنطلق سمو الشيخ عبد الله الله يحفظه في مجلس التعليم عنده أتى بفكرة أن اليوم كنا نتكلم عن المواثيق العامة بالنسبة للشارتر هذيلا بالنسبة للقيم، فكان أهم ركيزة بالنسبة لي هو ميثاق المعلم، وهذا طبعاً بفضل وزارة التربية والأخت جميلة بالتعاون معنا إحنا أطلقوا الميثاق هذا ووقعوا عليه المدرسين كله. الميثاق في أساسه يعتمد على احترام الناس الآخرين، احترام دياناتهم ونشأتهم واختلافاتهم، والتركيز على المدرس أن لا يستغل
وجودك مؤثر على الطفل أن يتحدث عن أفكاره الخاصة إذا كانت أفكار سيئة. وهنالك قانون في دولة الإمارات، قانون الكراهية والتمييز اللي ظهر في 2015 يجرم هذا الشيء. يعني في اعتمادية أيضا من النواحي القانونية أيضا يلتزم فيها المدرس. وأعتقد أن يعني بجهود وزارة التربية كان في يعني يمكن هذا أسرع ميثاق يعني تم توقيعه من الجميع. هنالك ميثاق خاص بالأئمة أيضا لما نتكلم إحنا عن خطاب يوم الجمعة أو غيره، إن إحنا نرجع إلى قيم، نتكلم على مفاهيم حليمة، نتكلم على إنسانية، على الشعور للآخرين، الرحمة، التسامح. فبالتالي لابد في شخصنا سواء كنا مدرسين أو غيرنا أن إحنا نبتعد عن هذه اللغات السلبية اللي هي لديها تأثير سيء على الآخرين. في بعض الأحيان إحنا يعني نقولها من غير ما نحس فيها، ولكن اليوم لازم نضبط الشيء هذا. في سؤال عن طريق التطبيق من الأخت أمنية، بقرأ بالإنجليزي وبعدين مترجمة بالعربي. What are the current and future projects to raise tolerance in education within higher education and colleges and universities؟ ما هي مشاريع وزارة التسامح إلى نشر التسامح في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية في الإمارات؟ تكلمتي معاليكي عن ميثاق التعليم، وهو أيضا خطوة مهمة جدا، ولكن خطوة يعني تمت يعني بنجاح. هل في خطط أو مشاريع مستقبلية؟ في كثير من الأنشطة موجودة في الجامعات كلها تعزز دور التسامح بين الطلبة والطالبات والتطوع. التطوع في حد ذاته أيضا من الأشياء المؤثرة على شخصية الطالب أو الطالبة، اللي أيضا تزرع التسامح في داخلهم والتعاطف مع الآخرين. فالبرامج هذه موجودة أساسا كنوع من الأنشطة. أنا كرئيسة جامعة زايد أنا عارف يعني إن الشيء هذا موجود عندهم. يستغلون أيضا بعض الأيام مثل اليوم العالمي للسلام، اليوم العالمي للتسامح 16 نوفمبر، كل هذه أيام تستغل أيضا في إعطاء بعض الأكتيفيتيز، بعض الأنشطة اللي موجودة عامة. أيضا نشجع في كثير من الأحيان أن احنا يكون في تأثير في مسألة كثير من المشاريع اللي يشتغلون عليها، يكون عندهم أفكار، أو في مسابقات أيضا تقوم في الجامعات ممكن يأثر على الشيء هذا. يعني ايضا انا بعد يعني اذا تسمح لي سلطان، ايضا كان هنالك توجه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ان يكون هنالك ترسيخ لماده جديده اسمها التربيه الاخلاقيه. التربيه الاخلاقيه اتت ليس من عدم وجودها، ولكن ان ابراز دورها في حياه الانسان نفسه. ونفس الشيء نتكلم بدال ما احنا ناخذه كجيفن مثل ما نقول، يعني إن الواحد متعود عليه من أهله، نحن نتكلم عن هذا الشيء وهذه المناهج في حد ذاتها. يعني إيه يعني هذه أشياء جميلة. وبالعكس أنا من الناس اللي شجعت في جامعة زايد أن ينظرون للشيء هذا على مستوى الجامعي أيضا، يحاولون يطبقون بعض المبادئ اللي موجودة في التربية الأخلاقية تكون موجودة. يعني في أي سؤال من الجمهور؟ ثاني بديها تحديات ما ردينا عليها، سألت عن تحديات. ويلكم باك تو هير. التحديات طبعا هي اهم شيء. التحديات انا ما جاوب سؤالها الصراحه. أوكي. انا اسفه. التحديات طبعا ان اللغو ولغه الكراهيه زايده، الاخبار الكاذبه زايده. يعني اليوم في ناس متعتها ان تحط اخبار الفيك نيوز هذه وتتستر بغطاء ان اسمه مش موجود، كل انسان حاط اسم مزيف. هذه تقوم ببث الشائعات. ايوه بث الشائعات. فانا اعتقد هذه المسؤوليه هي على كل فرد، ما بستفرت هي على معلم ولا غيره. ولكن مثل ما تفضلت أخت نورة الكعبي، معالي نورة، كانت تقول أن لابد من تثقيف. تثقيف هذا يعني أن سواء كان الأهل في البيت، الأم أو الأب أو المدرس، أن يزرع فكرة المساءلة لما يسمع خبر ويشكك فيه، أن لازم يسأل، لازم يتأكد أن هذا خبر سليم ولا لا. فهي الشائعات في حد ذاتها هذه شائعات مغرضة وسيئة، و يعني تحبذ على الكراهية والإحساس السلبي ما بين الناس وزرع الانفصالية هذه. يعني فنبعد عن هذا الشيء. أعتقد أن هذا أمر اليوم نحاربه كلنا، سواء من دول، كلنا نحاربه كدول، كشعب، كأفراد، في كل القطاعات. يعني Is there any question from the audience؟ هل يوصل؟ في أي سؤال من الجمهور؟ لا تستحون. Yeah, I have a question. Thank you for sharing your story. I hope the translation is okay. It's perfect. I understood everything. It sounds like you've lived quite a remarkable life with a lot of achievements, and I'm sure
you're a role model for many people. Thank you. I was wondering who your role models are. Who do you look up to? Myself? Yes. Yeah. It's quite an interesting question. I have several. And I will speak about my stepping stone, the people who actually saw the right seed in me, and these are my teachers. I had so much passion in mathematics and physics. I remember when I was 12 years old, I walked home and I told my mom, I just understood life. And she said, what? And I said, they started teaching us physics. And she said, what this has got to do with life? And I said, life is all about physics. Of course, my mom looked at me and thought there's something wrong in my head. But it was the interest of my teachers who drilled this passion. They taught with passion. So for me, they were my role model at that stage. The support of my parents and my brothers, because when I first left home, I was 17 years old. And you can imagine in the 70s that there was a tough role to send a girl abroad. And I remember my eldest brother, Sultan, who said, I will take her myself. So he used to take me to the UK, and then we take another flight to California. And then after a while, I struck a deal with him. I said, look, you stay in London. When I reach California, I'll call you and you can go home. You know, because they were there, but because my family wanted me to study, but at the same time, they made sure that I was okay. And when I started working, I met Dr. Farooq Al-Baas, who was one of the people who was instrumental. He was a geologist, but he was one of the people instrumental on the first NASA landing on the moon. Mm-hmm. And you probably wonder, why would somebody like Dr. Farooq Al-Baas, who was a geologist, was of a critical importance in NASA? Astronauts, you can't fill an Airbus, you know, the spaceship is very limited of the number of people and the type of people you send abroad. But what is it exactly you want to take from the moon? You want to take rocks. You need to know which rock to pick. You can't take a lot of rocks because then you won't be able to come back. He managed to pretty much describe and teach the astronauts what kind of stones, what kind of rocks that they can pick, what they are, and then, you know, bring this over a bit. His humility, as someone who is very famous worldwide, what struck me was his humility as a person. He was down to earth, he was approachable. That was my role model. And he always told me, he said, you know, don't be blinded by the limelights and the recognition you get. He said, at the end of the day, stay true to yourself, be authentic about who you are, and make sure that that's the type of role model you want to be for the others. And I actually abided that. Mm-hmm. And he used to tell me off, you know, say, well, you know, then I was at this event, nobody mentioned my name. And he said, why are you that important that people have to mention your name? Mm-hmm. But it was his humility. But at the end of the day, it's not about what other people think about, it's about what you do and how you change the society and how you can change people to the right thing and to be bigger and to deliver better. Thank you for the question. لازم نترجم الجواب لأن الجواب يعني مهم لكن طويل. هل أخذ سؤال من التطبيق من أمانديش سؤال عملي يقول بالإنجليزي How can we track tolerance for the purpose of data؟ يعني كيف نستطيع أن نقوم بمتابعة؟ Good question. Very good question. Yeah. And this actually follows the question of how we evaluate this on the international sphere. See, I never forgot First of all, how do you measure intangible values? I mean, these are values, whether you speak about positivity, happiness, or you speak about tolerance. One way of doing it is through surveying. You can approach certain demographies, you can approach certain age, work environments. You can put incentive in organizations where they can lead the way to do something like this. But employability of organizations in itself becomes a record. In other words, if today I speak about PepsiCo and PepsiCo has a great culture about diversity, mm-hmm. everybody will know about it and this will be the chosen organization they want to work mm-hmm. for. So credibility and fame of organization will come from the people who get employed. So the diversity in itself, the program that they have. When you talk about tolerance, not a, this is not just a catch a phrase. It's not
It's not something by itself. It encompasses gender equality, ethnicity. It talks about equality. It talks about everything. Opportunities, yes, exactly. So it's not, this is not a word that you have to transliterate, but it really encompasses quite a lot of things for you. So from the international arena, interestingly, UAE in the last 3 years actually had jumped from the eighth position to the third in terms of cultural, in terms of culture, the tolerance factor into the cultural aspect as a country. And in one of the one of these organizations that does ranking, I think UAE, can't remember the name, came as number one worldwide in terms of tolerance. And this was recent. This was actually this year. So there are records that would show. But I also want to assure you that last year when I went to the UN, that whenever I got introduced, somebody would say, well, we have an interesting title today. We have the Minister of State for Tolerance. And they would say, that's quite progressive. Quote unquote. Progressive means that there's a country that doesn't look at laws and regulation and policies, but it looks at values as well. Mm-hmm. Looks for the interest and the happiness and the contentment of its nation. And that's really what translates there. معالي الوزيرة, تعليقك الأخير يقودني إلى سؤالي القادم وهو ما هي القيم التي ينبغي أن نحافظ عليها؟ تكلمت عن values. ما هي هذه values؟ ما هي هذه القيم التي ينبغي علينا في مجتمع الإمارات أن نحافظ عليها؟ أنا بتكلم عن القيم هذه من منطلق المعلم. يعني أنا دائما أقول, أنا بقول لكم قصة. أول ما استلم جامعة زايد تقريبا من 3 سنوات, أنا ما بأكاديمية. أنا بالعكس, أنا كنت أدرس فولنتير في جامعة زايد في MBA, وأقول إن شاء الله في يوم ما يوم بتقاعد أنا بدرس في, يعني بأخذ بارت تايم بدرس جامعة زايد, ولكن انتهى الأمر أعطوني جامعة زايد كلها. ففي هذا الموضوع كان أول كلام إلي مع المدرسين مع الفاكولتي إن أنا الشيء الوحيد أتذكره من دراستي مدرسيني, يعني البروفيسورز اللي كان لهم إمباكت عالي على حياتي. حد منهم كان تاف, حد منهم كان يعني غالبية العلاقة بالإنترست مال التكنولوجي في حد ذاته, ولكن أهم شيء هم اللي حطوا الانطباع السليم. أنا يمكن من دراستي كلها أنا كنت سيستم إنجينير, يعني تخصصي سيستم إنجينير, يعني أوبريتنج سيستم أركيتكت, بمعنى الوحيدين اللي يتوظفون في هذا الشيء في سيليكون فالي. فالتخصص مالي ما فادني عامة, اللي فادني النوليدج والتفكير مال والفلسفة مال مدرسيني والأوبشنال كلاسز اللي كانت موجودة عندي في البروغرامينج. والأساس في دراستي نفسها أنا كان عندي شغف حق التكنولوجي والسيستمز, ما كنت أفكر في مسألة الوظيفة عشان أخذ تخصص معين في هذا الشيء. ولكن الكلام دائما أن كل معلم يعيش مع الطالب أكثر من هالطالب يعيش مع أهله. ذكروا هالكلام, عدد الساعات اللي يأثر فيها المعلم على الطفل أكثر من عدد الساعات اللي الأهل يأثرون عليه. فأنتوا كمعلمين عليكم أكثر من نظرة واحدة. التعليم بالنسبة لكم كريكولم, منهج موجود تأخذونه بتنقلونه, بس هل هذا كافي؟ لا. اللي الجزء اللي يأثر على الطالب شخصيتكم أنتوا, المعلومات اللي عندكم, ثقافتكم. اليوم المدرس اللي ما عنده ثقافة عامة ما يقدر يتعامل مع الطفل, لأن الطفل قام يقرأ, الطفل عنده وسائط كثيرة يقرأ منها. فنصيحتي دائما أن نتكلم إحنا على القيم, أن المدرس هو شخص مؤثر. لما نتكلم عن قدوة, اليوم سمعته سمو الشيخ عبد الله أن المدرس هو القدوة. اليوم هذا الاجتماع هو التواصل بين القدوة بين الناس نفسها. فأنتم اللي احنا نسميه بالانجليزي change of agent, the agent of change. انت you are the agent of change, أداة التغيير. انتو يعني تعريف هذا ينحط حق ناس اللي في حياتها الوظيفية قامت بتغيير على مدى سنوات. انتو تعريف وظيفتكم أداة تغيير. انتم من يؤثر على مجتمع متكامل, مواطن لديه المواطنة السليمة, تؤثر على كل فرد في المجتمع, تعطيه المحبة, تعطيه كل القيم الموجودة. فرجاء كمعلمين لا تنسون هذا الشيء. عندي سؤالين. شكرا.
هو لازم أذكر سؤال الجلسة اللي ممكن تردون عليه عن طريق التطبيق وهو What is the role of teachers to instill the values of coexistence and tolerance amongst their students؟ ما هو دور المدرسين؟ هذا سؤال لكم أنتم ممكن تجاوبون عليه. دور المدرسين في إحياء قيم التسامح. سؤال معالي الوزيرة، ما هو أملك للمستقبل؟ أنا أملي في المستقبل دائماً إيجابي، أنا حياتي كلها إيجابية، يعني حتى أتعلم من أخطائي، لدي أخطاء كثيرة، ما حد يقول والله إنسان معصوم الخطأ، الأخطاء هذه الواحد لازم ينظر لها أنها في فترة من حياتي ينظر لها ويفكر فيها ويشوف شو الطريق السليم، ولكن أنا أعتقد، وهذا كلام ذكره الشيخ محمد بن راشد كان يقولي، كل يوم يصحى الإنسان الصبح إذا ما كان بينه وبين نفسه إنسان بشوش وإيجابي ما يقدر يكمل يوم، ما يقدر يكمل يوم، يعني أنت عشان تعطي يكون جزء من العطاء هذا الإيجابي للناس الثانيين لازم أنت تكون سعيد مع نفسك، لازم أنت تكون متسامح مع نفسك، لازم يكون عندك المنظور هذا نفسه للحياة أن كل يوم هو يوم جميل، كل يوم هو يوم جديد. ولا تنسون، يعني أنا دائما أقول حق عمري، إذا أثرتوا على شخص واحد في حياتكم في اليوم أنتوا أثرتوا على ناس وايد. يعني أنا مثلاً ممكن أدخل السوبر ماركت، ممكن الكاشير أكلمها كلمتين، أخلص أقرأ اسمها بعدين وأنا أعطيها الفلوس، ما أشوفها أقول لها thank you Mary من غير ما أشوفها عشان أبين لها أن هي ذات أهمية، ما بين أقرأها الاسم أقول لها thank you Mary. فأنا القصد في ناس كثير تمر عليكم في حياتكم، لا تنسون الإنسان الصغير هو أولى بالأتنشن مالكم واهتمامكم عن الإنسان الكبير. كلمة لطيفة هذه بحد ذاتها. هذا أملي في المستقبل يكون دائما موجود إذا كل إنسان زرع الأمل والإيجابية في داخل نفسه. وأنا دائما أقول هذه الإسلام قائم على هالشيء، على القيم نفسها، أن الإنسان لا بد أن يكون متسامح مع الثاني، لازم يكون عنده تعاطف empathy موجودة. يعني الوقت يداهمنا، ولكن ممكن آخذ سؤال أخير إذا عندكم سؤال من الجمهور. آخر فرصة. إذا ممكن أنا يعني نغلق الجلسة بسؤال عندي معالي الوزيرة، بس في كان حكاية صارت لك في هونغ كونغ أول ما صرت في وزيرة، ممكن تفكرين هذه الحكاية لو سمحت؟ إن شاء الله. أول ما تعين طبعا كوزيرة، يعني ممكن الناس تقول الدهشة كانت موجودة هني، بس صراحة هذا الموقف أيضا كان موجود خارج الدولة، وبتكلم بس بحولها بالإنجليزي يمكن لأن العبارة والدهشة كان بالإنجليزي شوي أحسن. I have a story when I got employed in 2004, that one of the first conferences I had to attend, it's actually not a conference, it's a ministerial meeting in Hong Kong for the WTO, World Trade Organization. And usually, just like the UN, as you step in, the time will come, you have your delegation sitting, our delegation sitting between the US and the UK. I had a whole delegation. But as I stepped up, I had to sit in a waiting area, and then I moved from there to the podium to deliver UAE speech. As I proceeded, the first question that came to me from other ministers is, where's the minister? I said, I am the minister. You are the minister? I said, yes, I am. So I sat. And then, you know, the time came, and I had to deliver my speech. So I stood there, and then my team, who's sitting in the back, someone asked them from the two teams between, you know, with them, and said, where is your minister? Well, she is our minister. So this whole thing about I am the minister, or she is the minister, was very common. I think people may expect women, and at that time, by the way, when I had the Ministry of Foreign Trade, and also as a Minister of Economy, there were very, very few women worldwide, including European countries and the US at that time. They're all men. But the question was always, how could UAE have a woman minister? Mm-hmm. That was the thing that was really, and this is a story that I'll never forget, because I thought there was a lot of humor to this about, where is the minister? And part of it is as I stand by the podium, usually they're tall because they're made for men. Just like the microphones, you know, when they mic you up, it's all made for men with pockets in their pants. But also when you stand on a podium, unfortunately, especially when you have two of these antennas, I look like an ant. You know, with these two on the top. So, you know, make humor in your life. Don't take challenges very seriously sometimes and get depressed about them. شكرا معالي الوزيرة. الرجاء, just one final note for housekeeping. I'm required to tell you this. Please go on the web. Please go on the website or the app and rate the session if you like it. أرجاء تقييم الجلسة عن طريق التطبيق إذا سمحتم. شكرا جزيلا. شكرا سلطان. Thank you so much. شكرا.
That was funny.